ما تتصوروا هالخلطات اللي عم نعملها اليوم قديش طيبين، مقضيها اكل باكل، معك حق يا غيدة، بس عن جد حشوة البرد بلو اليوم او البرد بلاو حسب ما بيرزوها كتير طيبة هالوصفة العراقية اللي هي الكيك المحشي بقلبه رز مشوي بقلب الفرن بعدين بس يبرد بنجي بنقطعه مثل كأنه كيك عادي، كتير طيب مثل كأنه كيش. سمعين بكلمة كيش؟ إذا مش سامعين بكلمة كيش فيكن تبحثوا عنها بالجوجل هيك بصيروا بتعرفوها، وأنتوا كمان داخلين عم تفتشوا على وصفات فتشوا كمان على شغلة اسمها الأرانشيني أو أرانسيني بتنكتب، أوكي؟ باللغة الفرنسية أرانسيني. اللي هن هالكريات الحلوين من أنواع من الخضار أو اللحمة أو السمك أو كمان الرز أو البطاطا يلي بيعملون باني وبيقلون. شو أنا عملت اليوم بسرعة فائقة كمان فيكم تكتبوا قدامكم كمان الوصفة تبع كريات التون المقلية. جيت أنا عملتهم هيك من دون ما تعرفوا أنتم كيف، هلا رح نخبركم ومننتقل هلا فيهم شوي شوي ومنحطهم بالزيت. طلعوا شو حلوين، واحد اثنين ثلاثة، رح وطي شوي صغيرة. طيب هلا زيت أنا عندي حامي، شو بعمل مشان اجي وطيله شوي صغيره من الحماوه؟ بجيب بحط له شوي صغيره من الزيت البارد تنزل حماوته هيك، كمان فينا نشتغل فيه بطريقه كمان حلوه. وتطلعه كمان وطي شوي صغيره تحت الغاز ومنكفي. وحده كمان اثنين، صاروا شي سته. وانا عامل وحده كبيره هيك مثل الهرم وحشيناها بقلبها، رح شيلها كمان هيك ورح نحطها كمان بالرز. طلعوا كيف. الوصفة لك وين على الهواء فيكم تكتبوها. وشو حطيت بقلبها؟ من التون عم تشوفوا اكيد قدامكم، من الجزر حطينا بقلبها، من كمان من جبنة التشيدر تشيز المبروشة حطينا بقلبها كمان، من البصل لكن بصل وتون يا شيف شادي، وجزر حطينا بقلبها وحطينا بقلبها جبنة مدخنة هيدي اليوم كمان هيك حطيناها زيادة اللي هي هاللمسة السحرية تبع الشيف شادي. شيلوا كلمة سحرية، اوكي، لمسة تبع الشيف شادي. وبعدين شو عملنا؟ حطيت عليهم بيضة وسلقت شوية رز مصري، لأنه الرز المصري بيحتوي على كتير من النشويات هيك بيلزق ببعضه أكتر بيكمش ببعضه أكتر، نحن نستعمله لأنواع كتير من الماكي ولأنواع كتير من الحشوات من الكوسة محشي للورق عارش. شيف شادي أكيد احترقوا كريات التونة بقلب الزيت أكيد يا شيف شادي، يلا روجوا هيك أكيد ما احترقوا. طلعوا شو حلوين بيعقدوا، نرجع منشيلهم كمان هون كمان مع الكورن فليكس. وهلا كمان رح شيل هالهرم اللي حطيناه ونزين فيه كمان ال طلع ليكو الهرم اللي حطيناه شو حلو، واو، رح نحطه هون. وبعد شوي صغيري بس يصفوا من الزيت انا برجع لعنده، رح اطفي الزيت رح نشوف سوا من بعد نحن ما عملنا هالخلطه مع الرز والرز المصري لكوينه هون. طلعوا كيف بيلزق على بعضه، كيف بكش على بعضه وبيلزق بهالطريقه. شو عملنا؟ جبنا نحن هالكريات اللي هون او هالخلطة اللي هون شوية مي حطنا على ايدنا، بناخد من هالخلطة اللي عنا او خلطة الرز بنكبسها بايدنا قد ما بدكم. طلعوا كيف بنعمل منها كريات بنحطها ببياض البيض المخفوق، وفيكن كمان ما تستعملوا بياض البيض ابدا وبنعملهم بانيه بهالطريقة. اما اذا بدي اعمل وحدة كبيرة بشيل بهالطريقة هيك، فيني اعملها بهالطريقة، فيني اعملها كمان ثقب بالنص تبعولها او هو بحط لها هون من الكاروت اذا بدي بعمل لها فجوه، برجع بسكرها وبجي بعمل الشكل اللي انا بدي اياه، وفيني اعملها بانيه. طلعوا كيف من دون كمان ما مرقها ببياض البيض. اكيد هلا رح اقدم الصحن في ست حبات كلهم لالي يا غيده، متاسف. يلا بسرعه فائقه كل الشيء اللي انا عندي، رح بلش انا هون زيت تنبلش نحضر الموضوع. اكيد زيت زيتون، فينا كمان زبده واهلنا بالعراق بيستعملوا سمنتهم الطيبه كمان، ما عندي اي مشكله. اوكي، ورح بلش بسرعه. انا اول شيء انا هون عندي مي عم تغلي، هالمي اللي عم تغلي لازم اسلق فيها رز. كيف بنسلق الرز؟ كيف بنسلق الرز؟ وين الرز؟ يلا يلا لكم. هي جاهزين؟ انا بعمل حالي انه عارف، انا بكون عارف انه انا الرز كله مدروس. يلا هون كمان كبش من الرز، ما رح اسلقه كثير، انا سارق من الرز. نسلق الرز بمي غزيره. اوكي، اهلا وسهلا باهالي غزير. تمام، اوكي، حلوه هيدي الشغله. مي غزيره تغلي لكل حوالي شي 300 جرام من الرز بدهم شي 2 لتر من المي، اوكي، حتى يغلوا بطريقه منيحه. ساعتها شو بنعمل؟ نحن بنصفيهم بعدين وبنبرد الرزات. واذا كمان شفنا على
ايد الشمال عندي الرز اللي اوريدي نحن سلقينه ومبردينه حلوين ابن عائله بيعقل ما في عنده مشاكل ابدا اوكي لا سياسيه ولا اقتصاديه ولا ولا شيء يعني حتى الرواتب عم ياخذها بطريقه أبدا. بطريقه ممتعه معك يا هون الزلمه احنا ماشيين شكله طيب هيك رح بلش انا من الاول يا شيف شادي على الزيت الزيتون عندنا البصل نعم على الزيت هنا نضع الصنوبر الصنوبر اوكي كما انه هلا ما زال انا عم بطبخ فيهم صاروا يكتبوا الوصفه قدامهم هيك بياخذوا ورقه بيكتبوها قدامهم وانا بكون عم بطبخ هيك كمان بنفوت ببعضنا كلنا سوا بمعنى انه بنصير عم نعمل عم نضرب اربع خمس عصافير بحجر واحد صحيح. خلينا نقول اربع عواميد هدول تبعهم اربع عواميد إيه. ليكوا شو حلوين هالبصلي عم تنعمل بهالطريقه هيك وهون كمان انا عم بجي بقلي الصنوبر اوكي واللوز واللوز بطريقه كمان حلوه اوكي رح اطلع شوي بالفرن رح اتنقوز يلا شوف كيف بردة سخنت بردة تنقوزتو هلا بنشوف سخنت البردة ولا بعدها بردة؟ بلاو بردة بلاو هلا بلاو هلا عشان تقولي بتصير بردة بلاو ليك شو بدي اعمل انا هلا انا هون عندي من اللحمة ممكن تكون خروف ممكن تكون ماعز ممكن تكون اي لحمة انتم بتحبوها وهلا كمان في مشاكل بالعالم اذا عم نسمع حاليا مشاكل لحمة لا جنون الخيل هي مش جنون صاروا باسبانيا وبايطاليا وصلنا هلا بكثير من المناطق اكتشفوا انه عم يخلطوا لحمه البقر بلحمه الحصان يا لطيف وفي عالم ما بياكلوا لا بعطيك اكزومبل مثل لبنان بيخلطونا اللحم المفرومي او البرجر بلحمه الخنزير مثلا ايه. واحد ما بياكل خنزير بياكل اللحمه من دون ما يعرف انه فيها لحم خنزير ايه. مشان يصرفوا لحمه الخنزير او لحمه الخيل فهيدي الشغله رح نحكي عنها بهاليومين الثلاثه مشان لكم كمان عن الموضوع لحمه الخيل كمان لحمه الخيل مع انه لحمه الخيل انا بالنسبه لي طيبه بتتاكل ما في مشكله بس انه الانسان لازم يعرف انه ما يغشوا العالم ايه عن جد صاير ما في ضمير ما في ضمير ابدا اللحمه والدجاج ابدا 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 يلا وينتبهوا صاروا عم يحكوا كثير على الدجاج اللحمه قصدي اللي جاي من البرازيل مشان جنون البقر كمان هودي القصص اللي حكينا عنهم اوريدي بس هلا اكثر شيء شغله شائعه او هو منشوره او عم تنشر هلا بالاخبار هي موضوع الغش لحمه البقر بلحمه الحصان يا اوكي هلا ما في مشاكل اللي بياكلها ما بينضر بس اذا عنده مشكله انه ياكل هذا النوع من اللحمه لازم يعرف قبل حرام اوكي بس هذا الموضوع يا حرام اوكي بلشنا هون نحمر يا حلوين ايه؟ بتعقدوا بلشنا هون وينك كانوا حلوين وهون بلشنا كمان بنقلي هاللحمات الطيبين اللي بيعقدوا وبدي ذكر بدي ذكر ليش تذكر؟ يلا بعمل ذكر وعمل نعم مع بعضهم خليكم معي شوي هون هيك بجيب انا على ذوقي كميه من الطحين اللي بدكم اياها ما تفرق معكم هيدي كميه من الطحين اوكي حطيناها هون جبنا شوي صغيره من الملح عليها بنقدر نحن قد ايه بدنا كل كيلو بده حوالي شي ملعقه صغيره من الملح ما بنكثر كثير الملح لانه ما عاد العجينه بتنمد معنا أيه. الملح ماذا يفعل؟ يشد العجينه يعني اذا انا لو انا اعزب وانت أيه. عزبه اوكي ليش تضحكي طيب ضحكوا دائما يلا زيت زيتون شوي صغيره او زيت نباتي لكل كيلو بده حوالي الملعقتين كبار من الزيت بنحطهم كلهم مع بعضهم هيك لكن صار عندنا طحينه وزيت وكمين من الملح بلشنا نخفق بهالطريقه وجبت انا من المي حطينا من المي عليهم وبننطر شوي بعد شوي بيصيروا عجينه هالعجينه بترتاح بس ترتاح العجينه شي ساعه بنستعملها والعجينه قدامك فيكي تفتحي عنا الجلينك فيلم لك من العجينه قدامك يلا لكن انا هون يا شيف شادي بصل نرجع بعيد هلا نرجع على العجينه حتى يشوفوا كل شيء قدامهم ماذا نفعل ليكوا شو حلوين انا ما كترت كمان من الزيت اصلا صار عندي انا هون هالخلطه الحلوه حط عليها من البازيلا الخضراء بتجنن عندي كمان انا هون هالجريل الزغروره اللي بتعقد الحلوه بدي بلش اشوي عليها شوي صغيره من البطاطا المقطعه معي ولا ضدي؟ انا معك معي دايما وليكوا شو رح اعمل انا هون رح البس كاف رح البس كاف بس قبل رح نحط شوية مي على العجين ها حطيت شوية مي زيادة شو المشكلة؟ ما في مشكلة شو بنعمل؟ نرجع بنحط طحين give me five yeah. شفت ما اشترني نجي لهون كاف يعني حسبي غلبطنا من دون ما نعرف المقادير عملنا وصفة وهيدي الوصفة اللي عم نعملها ما فينا نستعملها نعمل فيها منقوشة لأنه ما بتخمر ما فيها خميرة لا. إذا بدي إياها تخمر حط فيها ملعقة كبيرة لكل كيلو من كمان الخميرة أو بردون ملعقة صغيرة لكل كيلو أو ملعقة كبيرة من البيكنج باودر إذا بدي أعمل فيها أي نوع من الفطاير مثلا أو شيء
اوكي يعني فينا كمان عندنا هرشوا ليكو شو حلوين ليكو شو كمان بعقده ببلش انا هون عندي بهارات البرياني ما رح قلن عنا هلا شو هني البهارات لانه مكتوبه عندي على الفيسبوك مكتوبه عندي على كل شيء في صفحات عندي اي ل 150 الف مره ببقى عيدها وحاكين عنا وهيدي هي هون وبلشت الريحه ولو بتدفعي لي اموال الدنيا كلها طيب اوكي هلا هون بنشوف منك للمشاهدين لاني بحاسبك كم دقيقه معنا؟ سبع دقائق يلا يلا يا شو بتعمل سبع دقائق يلا روح فيها هون بلشنا واو. يلا ركض ستوب 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 هيدي هي العجينه طلعيها اذا كانت سائله شوي صغيره طلعيها اذا ما بتلزق على ايدي ايه شو بعمل فيها انا هلا هون بجيب انا شوي صغيره يعني شوفوا الاخطاء بتحصل وانا عارف انه انا عارف وداري انه انا بدي اعمل خطا بنسكر بهالطريقه اوكي وبتجوا بتعملوا بتحطوا طحين وبتركزوا شوي صغيره بالملح بيطلع معنا عجينه من دون اي مشكله معي وضدي انا دائما معك يلا انا بسرعه هون وهيدي العجينة هلا رح تزبط معنا بعد شوي سكرنا ليك العجينة بلشت هون شفتي؟ صار عندي انا عجينة هالعجينة شفتي؟ اجت العجينة هيدي العجينة هلا عملناها بثواني معدودة هيدا كمان نقطة يا شيف شادي من الزيت عليها نعم اوكي انتبه يا شيف شادي هون احترق عنا شفتوا؟ شفتوا كيف لما ما تنتبهوا ما تقتلوا هم؟ ما عليك رح نحطهم هون هيك ايه ما تروح هون ابدا نحط هون هيك ونرجع عن جديد نحط شوي صغيري من السنوبر شوي صغيري ما بحط ما بدك تحط زيت ما تقتلوا هم وشوي صغيري من الزيت وبنتبه عليهم اكثر هلا ونرجع عليهم ليكي هون شوي صغيري من الزيت على العجينه وبنجي نحن شو بنعمل؟ يلا هالعجينه لازم ترتاح معنا على القليله يا شيف شي طلع شو حلوه ايه لكن هلا عملناها دخلت معي دقيقة وربع ايه انجا اقل من دقيقة وربع انا ما راح اشتغلها راح نحط شوية طحين هون راح ناخذ العجين اللي عندنا اللي عملها اوريدي نحطها هون بنزلها لتحت هيدي قد ايه صار لها عم تخمر؟ هيدي ما خمرت ما فيها خميرة هي. بس صار لها ساعة انا قد ايه صار لها عم بتريح يعني؟ صار لها ساعة مرتاحة حلوة بنت عائلة اوكي ليك شو بدي اعمل هون؟ انا بكره احضرها مرة ثانية نا 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 فشرته قول لهم يلا طب انا تحضر هون وعندنا كمان هون يا بي ها طلعوا شو حلوين اللحمة صارت عندي اياها جاهزة مع البصل والبازيلا والبرياني من دون ما نحط لها بعد اي شيء طلعي اوكي اي شيء من الملح مزبوط الكلام اكيد يا هون عندنا كمان طلعي سنوبر واللوز عليهم مزبوط الكلام سكرنا بنجيب الدجاج بهالطريقة هون رح ناخذ نحن بس وحدة طلعي اوكي رح ناخذ وحده نحن من الدجاج رح ناخذ سكين هيك طلع شو رح اعمل بدي اشويها او اسلقها او اذا باقي عندي دجاج بالبيت يعني فيني شو اعمل اللي بدك اياه اوكي طلع شو بدي اعمل ها شوفي 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 ها وانا بجي بحطهم وين على الجريل على الجريل اوكي حد البطاطا بقوي عليهم النار وبجي بدي اشويهم بحوالي 40-50% مش اكثر من هيك اوكي دعنا الموضوع دان. جينا نحن بلشنا طلعي العجينه طلعي العجينه الحلوه كيف الوضع عظيم كيف الوضع عظيم يا لطيف هيدي كنت اضربك فيها قبل عن جد وقت المشكل وقت المشكل المركب بس نرجع بنذكر اوكي اوكي طلعي فيها هلا هيك لي عندك وحده صغيره ضروري تربط بهاي هلا عم يقولوا لي من جوا انه انا بالكف دقرت شو دقرت اللحمه النيه لحمه اللحمه اللحمه النيه اللي انا دقرتها هون وين بدها تروح هلا؟ بدها تروح بقلب هون ايه سو اوريدي جاي الموضوع يعني. وهون كمان قلنا قبل شوي صغيره انه شو؟ انه الدجاج نحن بدنا نستوي قديش؟ 50% ما لازم كمان نستوي الدجاج فما عندنا اي مشكله أوكي. وفي كمان اشخاص بيقطعوه اصغر وبيحطوه ني بقلب الطبخه من دون اي مشكله اوكي يا لكن هون طلعي شو حلوين بعد خلوه عادي عادي شو بعمل انا هلا هون؟ بجي بلش مدمد هيك طلعي كيف يا سلام يا شاشة يا سلام يا سلام بجي انا هلا هون بحط هيك وبقلب خليكي ما تخافي ما تخافي ما تخافي لك العجينه شو حلوه ما خاف انا خايفين على العلم يا سلام هالطريقه هيك أوكي. شو بنعمل هلا جبنا صليبي زيت زيتون عندنا المدهنه نعم ندهن نضع العجينه فوقها معي ولا مش معي؟ بعيد تشيز كيك معي يا سلام هالعجينه هون ومننزل فيها بهالطريقه طلعي 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 ها
طلع كلها 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 كلها، وبجيب انا هون نزل طلع العجينه بقلبها بيجي. صار عندنا كل شيء هون للدجاج جاهز. البطاطا اللي قلنا 50%، مزبوط الكلام؟ صحيح. يا سلام، خليكي معي على الاخر، ما تخافي من شيء، نحن هون كمان الرز صار عندنا مستوي اللي انا ما راح استعمله، مزبوط؟ بس بدي فرجيهم لاعزائنا المشاهدين انه الرز صار عندنا كمان مستوي، اللي فينا كمان نبرده نحن بطريقه اللي بدنا اياها، اوكي؟ يعني ما في عندنا اي مشكله، اخذنا كل شيء في معلومات عن تحضير الموضوع. صح. هون شو بنعمل؟ بننزل الرز بهالطريقه. لحتى يصير جاتو الرز. يا سيدي جاتو الرز اللي انا هي الجاتو الرز بلا رز. بدي الشيف شادي كمان بنفس الكفوف، وفي كمان بايدي العاديات من دون اي مشكله. وهون لازم يدخل عندنا هلا شيء اسمه، طلع هيدي الخلطه كلها سوا، شيء اسمه شويه بهارات بعد. بهارات البرياني. يا ماما، وبجي انا هون الملحات الحلوين كلهم بخلط ونضع الخليط في الداخل. نعم. هون وبنجي نحن. هذا الخليط شو بنعمل فيه؟ بنكبسه مزبوط، بنسكر اول شيء فينا نشيل العجينه من اي مشكله، بنسكر هالعجينه بهالطريقه هيك وبنكبسها، طلع كيف؟ ايه حتى يصير شكل، حتى لو ايدينا موسخين ما في اي مشكله. ما ضروري الموضوع ابدا ابدا، بالعكس ما هي كلها سوا. وهون بنبلش نحن نعمل شو؟ بدنا نجيب نحن هيدا ما كله زيت شوي بهالطريقه هون، وبنجي ساعتها بنزينه بنحط له شو ما بدنا، حتى فينا نمسك البازيلا بهالطريقه ونبلش نغرزهم بقلبها، طلع كيف؟ معدومة. كيف الوضع؟ عظيم. اعمل لها سمايلينج فيس. فيكي فيكي كمان تعمل. المهم هيدي هي، وبعدين شو بنعمل؟ بنحطها بالفرن. اكيد انا هلا انا عندي هون جاهزه بقلب الفرن. الباردة صارت سخنة. اوكي، بتعقد بتجني، تنشيلها بهالطريقة هيك. وكمان عندي بسرعة يا شادي، لك شو حلو. يلا يا شادي. طلع فيها هون هيك هيك. بالطريقة هون. عندي أنا الصينية، ياه كثير سخنة. مهلك مهلك عليك. كثير سخنة كثير سخنة. ما تخاف ما تخاف ما تخاف. ولع الشيف. اوكي، وهيدي هون أنا عندي هيك، وكمان رح أعمل شغلة ما بتنعمل، هي وباردة. قصدي هي وسخنة، هي اسمها بردة بلو بلو. يعني شو بدنا نعمل؟ بدنا ننطرها شوي قصدي تبرد. يلا وبنجي عليها نحن بهالطريقة. طب الدور خلص. لا بدي نفوت فيها. ما تعتقلي أهم أبدا، بعد معي أنا الثواني على الأقل، وأنا بس هيك ليكي كيف. استغل الثواني حتى لآخر. بليز. أوه عظيمة. أطيب كيك رز بالعالم. بالعالم. جربوها، رح أنا أبرم هيك أبرم هيك أبرم.